عقد حزب الحركة الوطنية في محافظة بورسعيد مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. ويأتي المؤتمر ضمن مؤتمرات تحالف الأحزاب المصرية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. حضر المؤتمر عدد من أعضاء وقيادات من الأحزاب المصرية الـ42 وكذلك وفود من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ونواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثلون عن الأوقاف والكنيسة والأزهر وعدد من القيادات السياسية والشعبية. كل دول جايين النهاردة عشان يعلنوا بتأييدهم ودعمهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحا لرئاسة الجمهورية 2024، داعمين لكل مواقفه البطولية والمواقف الريادية في حل القضية الفلسطينية دون المساس بالأمن القومي المصري ودون تصفية القضية الفلسطينية على حساب إخواتنا وأشقائنا في فلسطين. الحقيقة أن الموقف المصري كان موقف رائد وكان من المواقف اللي شهد لها الجميع سواء في على مستوى الوطن العربي أو مستوى دول الغرب، كل شهد بموقف المصري في الوصول إلى الهدنة ووقف إطلاق النيران. كلنا بنتفق جميعا على الوقوف خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدة أسباب كتيرة جدا، يمكن أهمها اللي ذكر النهاردة هي نعمة الأمن والأمان اللي احنا بنعيشها، لأن لولا نعمة الأمن والأمان مش هيبقى في أي عمل نقدر نقوم به. ثانيا الإنجازات اللي بتتم على أرض الواقع، وكنا فين وبقينا فين. عشان كده النهاردة احنا كنا موجودين نأكد على دعم الأحزاب المصرية كاملة مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونسمن تجربة الديمقراطية في النزول الآخرين لتأكيد الديمقراطية اللي احنا بنعيشها وحرية الرأي. مع سيادة الرئيس الإنجازات اللي حصلت الفترة اللي فاتت يمكن ما عادش عندنا وقت ان احنا نتكلم فيها قدام إنجاز الاستقرار والأمن والأمان اللي بقينا بنعيشه، قدام السيادة المصرية اللي احنا كلنا حاسين بيها. بقينا فخورين النهاردة ان احنا على أرض مصر مع قيادة سياسية قوية وحكيمة كان ليها نظرة مستقبلية من زمان اشتغلت وعملت لمصر الدور اللي احنا بنشوفه النهاردة. جايين نقول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله شعب مصر كله هيصطف صف واحد دعما وتأييدا للقيادة السياسية الرشيدة الحكيمة اللي وفرت الأمن والأمان لشعب مصر، وما أحوجنا في هذا الوقت وفي ظل التحديات الكبرى التي تواجه مصر أن نتوحد جميعنا في خلف القيادة السياسية الرشيدة. الدولة المصرية طورت في التعليم العالي اللي هو الملف اللي أنا مسؤول عنه، ودعيت كل شبابنا للمشاركة في الانتخابات ويعني استخدام حقنا السياسي في الانتخابات القادمة إن شاء الله، ولابد أن يكون اختيارنا اختيار جيد للقيادة السياسية واعدة لرئيس نفتخر به ويحمي مصر. اجتمعنا في هذا المؤتمر وفي مؤتمرات عديدة، عشرات المؤتمرات في مختلف محافظات مصر، كلها بنأكد فيها على دعمنا التام وتأييدنا التام لفخامة الرئيس السيسي في الاستحقاق الانتخابي الدستوري القادم، باعتبار أنه هو ده رجل المرحلة، وحفاظا على أمننا واستقرارنا وعلى نمونا وعلى الحفاظ على مقدرات الشعب المصري وعلى مستقبل الأجيال القادمة. التركيز الأكثر على كيفية خروج المواطن المصري للمشاركة في يوم 10 و11 و12، لأن هو ما يعنينا حاليا المؤتمرات عشان بندي فكرة عن الإنجازات، لكن الهدف رقم واحد هو صندوق الانتخاب اللي هو 10 و11 و12، عشان المواطن المصري يدي رسالة للعالم أن الدولة المصرية أن الشعب المصري يصطف حول قيادته السياسية وبيشارك بحقه الدستوري أنه بيمنح صوته لمن يراه مناسبا.